انتقلنا للعنصر الاخر، العنصر النسوي. الرتبه الثانيه اذا كانت مناصي سلمى العريفي. اذا سلمى العريفي من مؤسسه ابن زيدون، هنيئا لسلمى، يقدم لها جائزه السيد رئيس جمعيه الرياض للبيئه والاعمال الاجتماعيه السيد خليل شكوري. يا دير واحد الصوره زين. هذه الشهاده هي الفوقيه، هي تبارك الله على سلمى، الذي يخدم لها الشهاده التقديريه والجائزه السي ابراهيم الحمراني نائب امين المال جمعية الرياض. شكرا. تبارك الله. صور معاهم على فكرة مباشرة. صافي يلا. تبارك الله على أيام التنفيذ إن شاء الله تعالى. إذن نمر للرتبة الرابعة. الرتبة الرابعة ولدنا دائما العنصر النسوي من مؤسسة ابن خلدون دائما رميسة الصيف. رميسة هنا هي رميسة. التوفيق إن شاء الله رميسة. إذا يقدم لها الشهادة التقديرية السيد الفيلالي مصطفى الكاتب العام ديال الجمعية. الله يوفقك ويتبارك. صفقت مرة ثانية على رميسة. شكرا شكرا. بهذا نكون قد انهينا المستوى الابتدائي وننتقل الى المستوى الاعدادي. دائما ندور الرتبة الاولى، دائما يمكن الرتبة الاولى راه خاصها شوية. الرتبة الاولى في الاعدادي كانت واحد التنافس كبير كبير جدا بين واحد الجوج، راكم عارفينهم. ها شكون هما؟ شكون هما هاد الجوج؟ هو عبد العرب وعليا. كانوا ثلاثة وأربعة، كان عبد الرحمن، كانت هاجر، كان أخ العرب. تبارك الله راه كاينين، ولكن اللي كانت نصيب الجائزة الأولى هاجر القوع. إن شاء الله. مزيان. يقدم لها الجائزة السيد محسن وطلحة نائب رئيس جمعية الرياض للبيئة والأعمال الاجتماعية. تفضل. التوفيق إن شاء الله تعالى. للإشارة هاجر البوح كانت مشاركة في واحد المسابقة ديال تشبيه القرآن الكريم في مدينة إفلام، واليوم حازت على الجائزة وفازت تبارك الله عليها في هذه المسابقة. الآن اليوم راه عندها جوج ديال الجوائز تبارك الله، هنيئا لها. وتبارك الله كانت المرتبة الأولى، هنيئا لها. إذا تشجيع على إذا نمر للجائزة الثانية دائما في المستوى الإعدادي. إيوا دابا غنبقى لنا إلى نختاروا عبد الرحمن. يلا سي عبد الرحمن. عبد الرحمن زكي. الشهادة التقديرية السيد أخ العرب عضو من مكتب جمعية الرياض المستشار. نعم عبد الرحمن الزدقي. صراحة أنا اليوم فاجئني واحد الصوت تبارك الله ديالو رخيم جدا، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. حتى الإنشاد مازال إن شاء الله غيمشي مزيان، ما
التوفيق ليه ان شاء الله. تشجيع مره ثانيه لعبد الرحمن. هنيئا لك سي عبد الرحمن. الصوره جماعيه. نمر للرتبه الثالثه. الرتبه الثالثه دائما في المستوى الاعدادي. اولا بعد هاجر الروح كانت من ابن عثمان المكناسي. اعداديه ابن عثمان المكناسي. عبد الرحمن مؤسسه محمد بن عبد الله. نعم محمد بن عبد الله. الرتبه الثالثه راه تقص راه كل مؤسسه دابا شكون اللي بقى فيها؟ رحيل الرياض. ايوا نادي على الرياض شكون فيهم؟ اشرف المراني. اين هو اشرف؟ اشراق عفوا. لا ما راكاش فين اشرف ربما راه غادي يصحوا لها الشهاده. صافي؟ غادي يصحوا لك الشهاده انتم تصوروا بها وعاودوا يصحوا لك ان شاء الله. يلا اذا يقدمها الجائزه السيد مصطفى. المبروكي السيد مصطفى المبروكي فاعل جمعاوي. نعم فاعل جمعاوي التوفيق ان شاء الله تعالى. المراني اشراق من مؤسسه الرياض. هنيئا لها. تبارك الله عليك الله يوفقك الله يوفقك. اذا نمر الى الرتبه الرابعة في مستوى الإعداد دائماً. إذن كانت المؤسسة هي محمد بن عبد الله نالت النصيب يعني الأوفر من حط الأوفر. إذن أبو النادي وعلى إسراء مسعود. إسراء مسعود ديال الرتبة الرابعة. أين هي إسراء؟ ربما غادرت إسراء. نعم إذا إسراء احتفظوا لها بالشهاده ديالها التقديريه.